إعصارات تلو الأخرى، حوالي 2200 إعصار سنوياً. مئات من القتلى بسبب هذه الإعصارات. لابد أنك تعرفت على من نتحدث، أجل إنها الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب تعوداً على الإعصارات والعواصف وبمختلف درجاتها، نظراً للعدد الهائل من العواصف التي تضرب الولايات المتحدة، والتي تصل حسب المختصين إلى 1200 إعصار سنوياً، وتنتج الأعاصير بحسب قوة العواصف، فعندما تشتد العواصف تصبح إعصاراً، وعندما تهدأ الأعاصير تتحول إلى عواصف، وباختلاف درجات الإعصار أو العاصفة تختلف درجات الدمار الذي يلحقه بالمنطقة التي يتعرض لها. ووفقا لمقياس فوغيتا، تصنف الأضرار بين الخفيفة كبعض الأضرار بالمنازل والبنية التحتية، وبين الأضرار الكارثية كتحطيم البنية التحتية وإلحاق الخسائر بوسائل النقل وتدمير المنازل، وهو الأمر الذي يجعل المواطن الأمريكي أكثر تسمرا أمام نشرات أحوال الطقس أكثر من اهتمامه بأي شيء آخر. آخر وأخطر العواصف التي ضربت أمريكا، إعصار جين. في العام 2004 ضرب إعصار جين جزيرة هايتي وجزر البهاما وصولا إلى ولاية فلوريدا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وراح ضحيته أكثر من 3000 شخص من هايتي، إضافة إلى العشرات من الدومينيكان وبورتوريكو وولاية فلوريدا. وقد صنفه الخبراء في الرتبة 12 كأقوى الأعاصير تدميرا في تاريخ المحيط الأطلسي. إعصار كاترينا. في صيف عام 2005 تعرضت أمريكا لأكبر كارثة طبيعية، فإعصار كاترينا واحد من أكثر خمس أعاصير قاتلة في تاريخ أمريكا، بعد أن أغرق 80% من ولاية لويزيانا في الماء. إضافة إلى عدد من الولايات الأخرى، استطاعت رياح إعصار كاترينا البالغة 200 كيلومترا في الساعة أن تقتلع السدود المقامة على الشواطئ لحماية المنطقة، وقد وصلت خسائره إلى 80 مليار دولار. كما قتل على إثره 1836 شخصا، وفقد 705 أفراد. زوابع جنوبية. في 5 و 6 فبراير عام 2008 تعرضت ولاية أركنساس وأيوا وجورجيا وأوكلاهوما لعاصفة مدمرة تلتها 87 إعصارا، لتتعرض نفس هذه المناطق في 26 ماي من نفس العام لعواصف أخرى، والتي أسرعت حوالي 105 أشخاص. عواصف كاليفورنيا. في ديسمبر عام 2010 تسببت سلسلة من العواصف الرعدية الماطرة في أضرار فادحة بولاية كاليفورنيا، التي أخلت سلطاتها المناطق المتضررة من السكان بسبب الانهيارات الأرضية والتي جرفت العديد من المنازل. إعصار ساندي. في 29 أكتوبر 2012 ضرب إعصار ساندي ولاية نيويورك ونيوجيرسي وكونتاكت وغيرها، وقد صنف هذا الإعصار ضمن الفئة الأولى من الأعاصير، حيث وصل ارتفاع المياه إلى 4 أمتار، وقد أوقع 200 قتيل. إعصار أوكلاهوما. في 20 مايو 2013 تعرضت مدينة مور في أوكلاهوما لإعصار تسبب في مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة 230 شخصا، وقد وصلت سرعة الإعصار إلى 320 كيلومترا في الساعة، ليعلن على أن المنطقة المنكوبة هي منطقة كوارث، حيث تعرضت لتدمير عشرات المنازل إضافة إلى اقتلاع أعمدة الاتصال. عاصفة سنوزيلا. في يناير عام 2016 تعرض الساحل الشرقي للولايات المتحدة لعاصفة ثلجية أوقعت 49 شخصا، وقد شلت حركة المرور وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في واشنطن و11 ولاية أخرى. وقد وصل ارتفاع الثلوج في بولسفيل بولاية ميريلاند إلى 68 سنتيمترا، في رقم قياسي لم يسجل منذ 1922. إعصار هارفي.
في غشت عام 2017 دخلت سواحل تكساس في مرمى إعصار هارفي برياح سرعتها 215 كيلومترا في الساعة، وقد صنف ضمن الفئة الرابعة على مقياس من 5 درجات. ليعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ في الولاية، وقد تسبب هذا الإعصار في تعطير 25% من منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك، وغادر عشرات الآلاف منازلهم بعد أن اقتلع الإعصار أسطح المنازل وخطوط الكهرباء. إعصار مايكل. في أكتوبر عام 2018 تعرضت ولاية فلوريدا لإعصار مايكل، حيث وصلت سرعة رياحه إلى 250 كيلومترا في الساعة وصنف ضمن الدرجة الرابعة، وقد طلبت السلطات من مئات الآلاف من السكان مغادرة المنطقة فورا. وقالت الوكالة الوطنية لمراقبة الأعاصير الأمريكية إن الإعصار تسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار فوق مستواها الطبيعي في بعض المناطق. وإذا كانت أمريكا بكل تجهيزاتها وتقدمها لا تستطيع أن تستوعب هذه الظواهر الطبيعية، فماذا يمكن أن يحدث في مناطقنا العربية إذا تعرضت لمثل هذه الأعاصير والعواصف، خاصة بعد التغيرات المناخية فيها؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.